جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع: أنا شخص أعمل براتب وأخذ نصفه وأصرف على أهلي وأدخر النصف الآخر، وكنت على هذه الحال ما يقارب 4 سنوات، كيف أزكي هذه المبالغ؟ أرجو أن تكون الإجابة مفصلة، جزاكم الله خيرا. الواجب أن تزكي ما تم حوله وبلغ النصاب بهذين الشرطين: أن يتم حوله وأن يبلغ النصاب. وإذا كنت موظفا توفر من كل شهر مقدارا من المال فالأحسن لك والأحوط والأرفق بك أيضا أن تعين شهرا من السنة كشهر رمضان المبارك، فتخرج ما اجتمع، تخرج زكاة ما اجتمع لديك من النقود، ما تم حوله فقد أخرجته عند تمام الحول، وما لم يتم حوله تكون زكاته معجلة ولا بأس بتعجيل الزكاة للحاجة، وهذا أرفق بك. نعم.